قصاصة قصاصة. ما بك؟ أرعبتني. انظر ماذا وجدت يا قصاصة. كنت في طريقي إلى منزلك وإذ بي أتعثر بهذه الورقة، فتحتها لأرى ما فيها، فوجدت المفاجأة الصاعقة. أية مفاجأة؟ لم أفهم شيئا. تمعن يا قصاصة، تمعن في هذه الخريطة، لابد أنها تشير إلى شيء مهم. نعم، قد تكون خريطة كنز مدفون في مكان ما من مدينة الورق. وهل أنت متأكد؟ نعم متأكد. هيا يا قصاصة، الآن علينا أن نحدد مكان الكنز. انظر، هذه بقالية السعادة. أيعقل أن تكون البقالية التي بجوار منزلي؟ ممكن جدا. غير معقول، هذا منزل أبي برد جارنا، وهذه دكان الورق. إذن يا قصاصة، هذا منزلكم. هذا ما تقوله الخريطة. الكنز في منزلك. غير معقول، لكن هذا ما تقوله الخريطة. هذه غرفة الجلوس، وهذه غرفتي. الكنز في منتصف غرفتي يا صاروخ. هيا يا قصاصة، هيا لنحفر بسرعة قبل أن يعلم أحد بمكان الكنز. هيا. ما غرفتي؟ منزلنا. كان عليك أن تتأكد قبل أن تتصرف بهذا الشكل السيء يا قصاصة. المخطط الذي كان بحوزتك سقط مني في أثناء الطريق، وهو مخطط أخذته من البلدية كي أصلح ماسورة المياه التي تقع تحت غرفتك. فأي كنز هذا الذي كنت تبحث عنه ها؟ قد تسببت بالأذى للمنزل بسبب تصرف طائش وغير مسؤول. أنا آسف. وأنا آسف أيضاً. عقاباً لكما ستقومان بإصلاح كل ما أفسدتماه في المنزل ومنذ هذه اللحظة. هيا تحركا. أعزائي أصدقاء سبيستون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.